أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: الخضر هل هو نبي أم ولي؟ خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه ولي، منهم من يرى أنه ولي، وما جرى على يديه من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار هذه كرامات، ومنهم من يرى أنه نبي، لأن هذه الأمور لا تجري إلا على يد نبي، والله أعلم. قيل نبي وقيل إنه ولي من أولياء الله، المسألة فيها خلاف. وأنا أخبر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرجح أنه نبي، ويعتبر هذه من المعجزات، وغيره يعتبرون هذه من الكرامات أنه ولي، الله أعلم. نعم.